عاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد مشاركته في قمة كوبنهاجن للمناخ، حيث أعلن التوصل إلى اتفاق مهم وغير مسبوق في اليوم الأخير من أعمال القمة. لكن أوباما قال إن هذا التقدم غير كاف، وقد أعرب عدد من ممثلي الدول النامية عن احتجاجهم على الاتفاق. وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن تنظيم محادثات جديدة في مدينة بون الألمانية بعد 6 أشهر للإعداد للقمة المقبلة حول المناخ في المكسيك. بمثل هذا الارتباك كان المشهد الختامي لقمة كوبنهاجن قبل الإعلان عن التوصل لاتفاق في نهاية القمة. اجتماع خماسي عقده باراك أوباما مع زعماء الصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا كان حاسما في تحديد نتيجة القمة. اللحظات الأخيرة كادت أن تكشف عن انهيار القمة في ظل تباين المواقف بين الدول النامية والدول المتقدمة، إضافة إلى الخلافات بين الصين وواشنطن حول نسب خفض الانبعاثات وكيفية إلزام كل طرف بهذه النسب. بعد الاجتماع خرج أوباما ليعلن عن اتفاق وإن كان أقل من التوقعات. اليوم حققنا تقدما مهما وغير مسبوق هنا في كوبنهاجن، وللمرة الأولى في التاريخ تتفق كل الاقتصادات الكبرى على أن تتحمل مسؤولياتها لاتخاذ إجراءات للتصدي لظاهرة تغير المناخ. أوباما أقر بأن هناك الكثير الذي لا يزال يتعين إنجازه للتوصل لاتفاق ملزم قانونا. الأوروبيون قالوا إن الكل وافق على اتفاق مكافحة التغير المناخي الذي توصل إليه أوباما مع زعماء الدول الصاعدة. بموجب الاتفاق سيكون على كل الدول ومنها الصين تقديم خطط مكتوبة لكبح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول يناير المقبل، كما أن كل الدول وقعت على خطة لتقديم 100 مليار دولار كمساعدة للدول النامية بحلول عام 2020. ورغم ذلك فقد ظلت هناك أصوات معارضة لهذا الاتفاق. أوباما جاء ثم غادر من هذا الباب الصغير هناك، لقد ظننت أنه باب للخدمات. غادر من الباب الخلفي، إنها إمبراطورية. الإمبراطورية تأتي في منتصف الليل في الظلام من وراء ظهر الأغلبية بطريقة مناهضة للديمقراطية، فهم يستهدفون طبخ الوثيقة، لكننا لن نقبل، لن نقبلها أبدا. هذه النتيجة تأتي بعد أسبوعين من المحادثات الشاقة في العاصمة الدنماركية، وقد أقرت كل الأطراف بأن الاتفاق لم يصل لحد طموحات الأمم المتحدة، لكنه نقطة انطلاق جيدة للجهود الدولية لحل المشكلة. ومن خارج أروقة الاجتماعات شهد المؤتمر ضغوطا مكثفة أيضا من جانب كل من النشطاء وجمعيات حماية البيئة، وكلها تطالب بسرعة التحرك لإنقاذ الكوكب الأرضي من الخراب. أشرف زيدان، BBC.